En som brenner Koranen uh, ifølge Islam, da er straffen døden. Er det riktig? Du satt i fengsel for å ha truet uh, noen kurdere, og også statsministeren. Nå sier en av kurderne at du har truet ham igjen. Er det riktig? No, det er ikke riktig. أعتقد جازما أنه ارتكب جريمة وعقوبته القتل وتنفيذه على أمتنا سواء كان في النرويج أو عند باراك أوباما لا يفرق هذا فأنا لا أهدد شخصا بعينه أنا أذكر النظرية أذكر القانون فأنا قلت ما في القرآن وما في الحديث فأنا ما قلت على الشخص En av dem som ø, brente Koranen, ø, er redd for at ø, noen som hører på deg, kan komme til å drepe ham fordi du har sagt at det er straffen ifølge Koranen. Er ikke det en fare at noen av dine, ø, de som hører på deg, gjør en sånn ø, gjerning? ويجب يجب أن يكون خائفا من الصومالي والأندونيسي والأفريقي والتشيتشاني ومن كل من هو صاحب القرآن لا يخاف مني يخاف مما ارتكبه من ومن جريمة ويخاف تطبيق العقوبة عليه بتير كده أت دو مدين رلجيوس ات ريدنين فاكتسك تدودن سلم سل سو كان نون أندري ليس فقط يستمع اليه كل من يعرف العقوبه ممكن ان يقتله كل من يعرف العقوبه نحن ندافع عن ديننا بدمائنا وحدودنا حدود الدم حدود متفجرات الذي يهين ديننا يجب ان يعرف ان واحدا منا سيموت هذا او غيره الذي يفعل اهانه لديننا وكرامتنا يجب ان يفهم ان هذا صراع حياه او موت Men ville du være tilfreds hvis denne mannen ble drept? Det betyr eh, kanskje at du gledet deg over eh, angrepene mot Charlie Abdo i Frankrike, og også det antatte angrepet mot Lars Wilks i Danmark? أنا بالنسبة للحادثة الثانية لا أعرف عنها كثيراً لكن بالنسبة لما جرى في فرنسا نعم بالتأكيد أنا فرحان به. Die, som utförte angrepp mot Charlie Hebdo, hurdan vill du karakterisera dem? دافع عن كرامتهم دافع عن مقدساتهم. Die som angrep Charlie Hebdo i Frankrike var de hälter? نعم بالتأكيد أبطال. والمُجاهدون.

مبيل مبيل لانه هو داس كرامتنا وقيمنا وقداستنا هذا يجب ان يموت لان هذا الذي لا يح، لا يحترم 30% من البشريه لا يجب ان يعيش ايضا men الفعل الاول هو المقصود مثلا الصور الكاريكاتيرية الحقيرة التي نشرتها يولانس بوستن في 2005 في الدنمارك هو المقصود بعدها انتشرت أيضا في 13 دولة أوروبية أيضا نشروها لكن هذا تخفيف الضغط على الدنمارك هذا أمر آخر هذا أيضا نعم هذا أيضا نشره ليس صحيحا الفعل الأول يستحق هذا الرد هذا زمن مفتوح الذي يهين ديننا يجب ان يعرف هذا ليس اليهوديه لنسكت ونضع نخضع لمزيد من الارهاب الرسمي الدولي لا نحن نموت لاجل ديننا ونعيش لاجل ديننا لا شيء مقدس اكثر من ديننا فقط ومن يصطدم بديننا يجب ان يعرف سنصطدم به بمتفجراتنا لا ينبغي ان يكون هناك اي تساهل اي تفاهم اي مساومه على هذا الامر نحن لا نعيش لحياتنا لا نعيش لبطوننا وفروجنا نحن نعيش لديننا وحده أعتقد <متحدث> هؤلاء الإخوة الشباب والشابات الذين يذهبون إلى أماكن الجهاد، أولًا أن يكون متأنيًا لا يذهب بانفعال، يفكر بعقل وتعقل ويدرس جيدًا، ثم بعد يدرس الساحة التي يذهب إليها، وماذا يفعل هناك، ثم يذهب، وإذا ذهب حتى لا يندم يذهب وبعد ستة أشهر يريد أن يعود بالتاكيد هناك تكون علامات استفهام عليه حتى لو كان هناك يعني مجرد كان ينظف الشوارع فانا في رايي من ذهب الى ساحات الجهاد ان لا يرجع ويبقى هنا اما ان يذهب ويعود ويعمل بلبله وشوشر على المسلمين وايضا مخابرات الدول ويكون وت... الضغط على المسلمين اكثر فانا ما ايدت ذلك ولا تن هل المعارضة نعم بالتأكيد مهم. بالنسبة لما يجري في سوريا عين الحق والصواب شعب كله يريد إزاحة هذا النظام هذا النظام المجرم الذي فعل ما لم يفعله أحد والغربيون ساكتون وضمائرهم ميتة أو في إجازة فالطريق الصحيح والصواب في سوريا هو طريق الجهاد شاء الغرب أم أبى هناك نقطه مهمه انا اعتقد ان الشعوب الغربيه لا تفهمها والسياسيون يفهمونها لكن يريدون ان يحيدوا عنها وهو ان اسلامنا ليست كالمسيحيه اسلامنا حركه تغيير سياسيه بالاصل الإنجيل ليس كالقرآن القرآن فيها خمسمائة آية حول السياسة والسلطة التشريعية والحكم والقضاء بآياتها المختلفة هذا لا تجدها في الإنجيل هناك فارق كبير ولذلك لا ينبغي أن نقول في الإسلام الدين على حدة والسياسة على حدة فالدين والسياسة معا في الإسلام ولذلك موضوع الخلافة موضوع شرعي ديني من صلب الدين فبالنسبة لما جرى في سوريا من أمر الخلافة ودكتور أبو بكر البغدادي أعلن عن دولة الخلافة والغرب خايف من ذلك لأن يعني نقطتان جداً مهمة مهمتان في أمر أبو بكر البغدادي أولاً موضوع الخلافة وهذا الذي اوباما ومن معه كلهم يخافون منه لأنه هذا يعطي ان نعطي البيعه للخليفه من اندونيسيا الى المغرب ومن تشان الى كاب في جنوب افريقيا المسلمون اذا اقتنعنا بشرعيته هذا واحد ثانيا رفع الحدود هذه حدود سايكس بيكو نحن لا نعترف بها er أنا الآن لست مستعدا لأن أنا ما زلت لا أعرفه ولا أعرف الخلافة نفسها الذي هو أعلنها شروط الخلاف. نحن عندنا في كتبنا الفقهية سبعة شروط للخلافة، وإذا اقتنعت بأنه خليفة نعم أبايعه أمام البرلمان النرويجي وأتحدى وأصبر على كل ردود الفعل الذي تأتيني من العالم كله ترى <applause> ليس العالم لكن خلال عشرين سنة المقبلة في تصوري نعيد خلافتنا لنكون رقما صعبا في المعادلة الدولية أمتنا قطعت سبعين في المئة من الطريق باقي الثلاثين والثلاثين أنا في تصوري في تخميني وتقديري خلال عشرين إلى خمسة وعشرين سنة المقبلة بإذن الله سيكون لنا خلافتنا الشرعية التي نبايعها جميعا شاء الغرب أم أبا